بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فسهل أمورنا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. أما بعد، إن ولا ليال ومركلي عاشر كوساب سنة أذكرت إلى هاي سبحانه وتعالى إن فرح يو إن الله قد وانه إنه تاسو النبي جينا صلوات الله وسلامه عليه صوبنا وحيوفر بضن إن جبري سأين طريقة توصن يتبت وناكسن أن أقالنا أين أقرم طريقة الشيطان كان روح بني آدم كي أنتو أدونك جوجو سرع الله سرع دحوض بكجيران لبل لقدن دحوض أيو كجيران لقدن دنك مديك أه أو ملائكة يو أهل خير كحق وضع أه يلقدن حاجة بيلحدا أه أو شيطان كو ويا هرمود ويا هاي ما كان مضرب حكود ذلك يا إنه ملك جارسيو شيطان كو إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير بإلهي إليه سبحانه وتعالى ويا ريا حزب جيسا إن أي أصحاب السعير نار تسعير اللي هذا أي تدك لازم يدور نقضان إلا شيطان واللازم يدونا مرك هذا شيطان لصاحب تهاي ماش أكود بين هايو أي ولي يكجر دونا بعد جليسان عشرة يهرب وحصاق هذا إن فضل أولي هاي ذكره وحنوس ودم بي الله ودي عشرة ودم بي سي إن أن كره هذا الله فضل أي كلمة لا إله إلا الله أي لا ذهي وحن صار شيء ونبي عليه السلام ينور شيء إنه يري نبي جاءنا صوبا صلوات الله وسلام عليه أفضل الذكر لا إله إلا الله ذكر كان أقف فضل بدن إلا لا إيمان هيو وكلمة لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله وي مركب ما ترى وحن قال إن شاء الله تعالى تسبيح ذا هي تحميد فضل إليهن تسبيح دوا سبحان الله تحميدنا والحمد لله يقو اسكو لارن ايا سو اروري مرنا وحا لاسكو اسدبا جليي سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله الله اكبر ايا لاسكو دبا جليي مركا نبي عليه الصلاه والسلام جمله اديا اد اير يوحي نوغو شيغي فضلي laga yaabo ruuxu inuu hadda ku baraarugo laakiin maanka qiyaamo markuu ruux labada ruux is gara fadhiyo adduunka ma isla nooleyd markuu midna xusuusan hayay ilaahay oo oran hayay subhanallah ama alhamdulillah ama isra'ina subhanallah alazim wa bihamdihi midna oo iska ilowsana ama siyaabo kale ku mashquulsana maankaas ayay faa'iideedu soo bixi doonta hadal nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam صحابي اللي يرى أبي ذر الغفاري يوم مارين وحكو يرى أبي ذر يوم مكو شاقا ألا أخبرك بأفضل الكلام بأحب الكلام إلى الله بولي هذا كان حق إلهي اللي وجع ليها إلهي هذا الكو وجع ليها خلقي جيسا كصوبحا مكو شاقا بولي مركاسو النبي وحكو يرى صحابي يسوحو يرى النبي الله إيشك هذلك إلهي أوجع ليهي مركز وحيري سبحان الله وبحمده وإنت يرتاح بأحب الكلام إلى الله كلامك إلهي أوجع ليهي سبحان الله وبحمده مركز طلو محي حمبار سنتهي كلمة يرتاح السبب تاذا إلهي هذا الأدن بأوجع لهذه محي حمبار سنتهي سيدان حدي هذا أمر الدونان وحارك الدونتا إن الميزان كحسن مر أذو يري إن الميزان كحسنات بكوب بوحين وحيان بارسنت هاي كلمة ذني سبحان الله وحي كهو فيسا إلهي سبحانه وتعالى وحو البو حمانا وحينا أسو غيسا وحو البو رميسترن ووناك أي أسو غيسا marka ruuxa subhanallahu la adoonimadiisa ayuu banaanka soo dhigay adoon ilaahay inuu yahay ayuu cadeeyay
حمام با كاهو فن بولي يهي إساق أنا كاهو فهي يا أو دي إلهي وكاهو فن يهي لكن هو اعتراف هذا الاعتراف يسو ما كتصبيح تاسي كين إيسا روايات كلا أو إسل حديث كان وحي هيد نبي قو ما أورانين أبي ذر يوم كوشا غاية والا ويدي أو وحالي أفضل الكلام محوية هاي بالي كلام كان أغفر دي بلن محوية هاي مركز النبي وحيري عليه الصلاة والسلام مصطفى الله إلهي وحو أدارتي لملائكته ملائكتيسا أو لعباده ويبول ووحا أدومي ووناكسا أي ملائكته كوكتهاي يا إنت كلام ملائكتك كد يا نيسا وحي إلهي أداري وي سبحانه وتعالى طلب محيطها تاسي سبحان الله وبحمده وي مركز سبحان الله تاسي marka aad tiraado marka hore waxaad keent waxaad la timid اعتراف ad اعتراف santahay inaan adoon ilaahay tahay oo baahan mar hada adoonimo aad اعترافتنا baahi ayaa suugtay waxaad su suugtay inaad baahan tahay oo meel kale oo u yiran ayna jiraa ma u qaxayso xaq ilaahay mooy subhanahu wa ta'ala walillahi almathalu alaa adunkum baba hadad ruux lawa ruux oo iska hormaasan mid gaala si gaar u amaanto tiraadun baa jiro jooga يو اسلك رب بدن هيا الهي وين واحد كاي كو ابوري اظن جيرين ولم تكو شيئا اظن جيرين او وحبب اهين كادغي خلقي جيرا او خلق الهي كو دخدري او ولبا كادي كيسا او فدي بدن او بني ادم اه او هادنا مسلم نمدا اسو كو واجبيه اسو كو سيي رب سبحانه وتعالى كو غلدايستين مياد هل ما مي كرتا haddaad sa xusuusatay oo eedha weedhaayad la timid isagu kuu sheegay isagu kuu ishaaray farta kugu ifiiqay nabi maxamed buu kuu soo diray salawaatullahi wasalaamu calayh nabi maxamed baa waxayna tusayaa meelaha shoodkaabka ee yaryare aada faa'iidada weyn ku jirto waxaa ka mid a markaa subxaanallahi wabixamdiin haddaba subxaanallah kamaal baad ilaahay u sugtay subxaanahu wa tacaala kamaal waa dhammaystiri yaad ilaahay u sugtay subxaanahu wa tacaala waxaad ka huftay حمان أو دن وحول بون استجا أقعد من هذا وحول بون ذلك كل أفعل ما وحول بون استجا أقعد من أو تصنع يسا إنه إلهي هاي بعض وحول بون إله نمدي يسا هي قدرة يسا قادر نمدي يسا كلمة لا صدق سبتي الحمد لله أنا وحويا وطيء ونبغي يري وأفضل الدعاء الحمد لله ما كان الحمد لله تراضنا وحالي كمال دن أي يرى قلاته hogaans inaad hogaansatay waxaad sheegtay mahad oo dhan noocay dooni had noqotay ilaahay inuu leeyahay subxaanahu wa tacaala sidaasay marka kelimadu ku wanaagsanaatay oo ku qiim badatay alfaad kala duwan bay ku timid oo alfaada qaarkeed waa middan hadda aan sheegayno subxaanallahi wabixamdi way gaaban tahay lafdana wuxuu ahaa subxaanallahi alcaadiim wabixamdi isna saxiixa nabi ka soo ororay salawaatullahi wasalaamu calayh kaasaana sii fadli badan lianna subxaanallahi wabixamdi iyo subxaanallahi alcaadiim وبحمده وحاد كر لسيت المان كلا أو ديرادا إلهي سبحانه وتعالى عظماء أسكت يوين أسكت مدنا نعرب كقوليس كما أها سبحان الله وبحمده يا سبحان الله العظيم مدنا نعرب كقوليس كما أها مد والبر مالك قيامه وناك فربنا يوح وين يتكيل دون طاف وإيد أي كان يسنا وين كهل دوننا إن شاء الله تعالى بكا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سلاس وي waxaa kaloo markaa iyadan soo arooray nabigu calayhi salaatu wasalaam inuu yidhi kalimataani khafiifataani laba eray buuri laba eray oo fudfudud buuri khafiifataani cala lisaan carabka ku fudud buuri laakiin thaqiilataani fi lmiisaan xabiibataani alraxmaan buuri oo ilaahay xaggiisa aad u jecel yahay ilaahay aad u jecel yahay subxaanahu wa tacaala ثقيلتان على الميزان ميزان كان كعلص آذ أو قليس بضن لماذا كلمة وين سبحان الله العظيم وبحمد سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أك ما كان سبحان الله يا الحمد لله وي لكن سبحان الله إن تلمانتا الله سكسي درتو العظيم إن كسي درتو معناها إيرات كجرو سبحان الله العظيم بل كاي قابسان كتا سبحان الله العظيم وبحمده حداد مالين كي إن كوان أخردنا إنتا إن لأغو فضل غير أياد لأيه مكا فوائد كجر تمال كهوري
نبي أي نوتر ما صلى الله عليه وسلم وحي الروح إلى سبحان الله وبحمده أما سبحان الله العظيم وبحمده هذا غرست له في نخلة في الجنة بولي جنة تحت هذا يا جيت تمرد أو جيت جنة وليس تمر تنبناك تالين ونقال نما إهوا أن لغسر الوين يا سيء أغرطو أيا لغو تلالي وهل مرمك سبحان الله وبحمده أما أترى سبحان الله العظيم وبحمد أترى هذا مركا جيد بالغوط اللالي ونبي عليه الصلاة والسلام نوشي غي جنادو إنا يتهميل بنان وقل بنان ونمان تد أصوبتا إلا أبورتو لطبع هذا تبع عيدو ماها انتا سوقا دهارور أما بريس أما واحد نميدا كتا اللاشو ماها نما جيدة تمرا كتا اللاشو ايوا ذكر إلهي من بنيكو كذكر بدايا هاي dadka wada ahlu jannada inta islaaha inta ahlu jannada islaaha waxay ku kala barmoosayaan ama ku kala sareynayaan dhikri badnida ay ku sareynayaan dhikrigana waxa weeyahay midda uu nabigu sameeyin jiray ay noo tilmaamay ayaa wanaagsan ee tu abu aad qarda jeexatay ama iska samaysatay ama laga yaabo inay dambiyo kale ku geysaba lama yimaade waxaad la imanaysaa midan fudud ee hadiyiga nabiga sallallahu alayhi wa sallam kamida وكذا ذكره هذا كليجاس إلهي حصي صنع إلهي وق حصي عادقنا ما الله ما كذا إلهي حصوصته إسنا وق حصوصنا يا هذا جماعة بحد كو حصوصته وعلى ماشاس أما مساجد بحد هالنقطة ومن مال أجوك تاني سبحان الله وبحمده أما ذكرك الله ما دنا إلهينا وق كذا كو حصي يا جماعة على كل حصي جماعة كقيمة بدن أو كشرف بدن يقول حسين أول مريض بدن بابين هوا يراتين بل مباهات رب سبحانه وتعالى وحولي أدون كيغا أيغا أدون كيغا في ريا بولي يهي سو ولا أدوما هدى أدوما يرسوي مادان يهدو كريغ يهيبا من والبو إلهي حسو سبحانه وتعالى إلهي سبحانه وتعالى إسلام سلاسو كلي أيوب الأدون كيغا في ريا والحسين مركا أحب الكلام إلى الله كلمات كإلهي أوجي عليهي محاك من الله سبحان الله وبحمده حديث كلا إساو كلا قال إسمه صحيح مسلم وحيلي أفر كلمة أيو إلهي أغو جعليه من محيطه سبحان الله وي من ومده هذا الشيء أنه سبحان الله وي من نوحه وي الحمد لله من نوحه وي لا إله إلا الله من نوحه وي الله أكبر أفرتها كلمة من إلهي سبحانه وتعالى وحوي والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وامدا ولهي له وحا باقياتك صالحاتك ادونك marka inta la joogo waxa la waxa qabanaysay la imanaysay arad baaliha arad waxa aad sameeyneysan ee allah imanayso ti ilaahay wajigiisa aad ula jeeday oo kaliya un baa ku raaci doonta oo ka horaysa marka baaqiyaadka saalixaha markii tilmaamayeen saxaabada qaar kamid waxay ilaadeen wa subhanallah والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ويدهن سامولا من جند منك اللي يالو منكو نبي كورين صلى الله عليه وسلم وحيري نبي قو حجري باقيات باقيات كسالة حاسوة تنفصل ايا وتأحب الكلام إلى الله وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هذا وحينك أذين وسبحان الله وبحمده سبحان الله أو التسبيح ليها إيا وبحمده أو الحمد ليها أما سبحان الله العظيم وبحمد سلاسة أورنيسان فضل هذا ما كان كمده من أي تهاي باقيات كي صالحات كا إلى هاي وأماني في صورة الكهف اللي هو أماني إن أي أنت تهاي ما نعنى ما هنا ضعارك لكمده قرآن كود آخر دي لا حول ولا قوة إلا بالله الله ما دي أذكارك الله تمده وارد يوم صاع رورتي يضن باقيات كي سوغلس لكن سيقارة فرط الله وفيقي أفرت الكلمة أيا سيقارة فرط الله وفيقي مكان سبحان الله هو بحمده باقيات كسارح كمتها فإذا لو حكمي شيغني ميزانك حسناتك مر أضير سبحان الله العليم وبحمده ميزانك نم بيبكوب بحنيسة أويا يري هذا الكاس ما هذا الآن اسكا أرن هينا ميسا وحنك سوحيقنا إن النبي قال صلوات الله وسلام عليه ميسا تطلق كرأي في عنايونا ما النبي وحي لصلوات الله وسلامه عليه الطهور طهارة قادشة
شدر الإيمان وين إيمان كاجا إيمان كأذرو ما يسنت إلهي يعماش وأنا أحسن الله يمسح هاف كيد أمش بط كيد وحاء هالي إن أدوي سقالته إن أدوي سقبته ويسقبك وحا كد ذالب ونبي عليه الصلاة والسلام مؤمن ما كد ذاله قف عن مؤمن هاي ضنب كمله هدو مسقوش قلو وكسو بحيا بيلاني ما هيسو دي والغي يبا إن إلا جرتو أدوي سدق هين كرين أو مرق قالك كادما لكن هدي كوسور تكالي سكو دينا ويسقالته هدي إنا كوسور تكالي أول ما إعلام مريس وإلسك قبا قبايستا ملك لا تأهز إن دربي ياس أي إلسك قبا قبايستا مر والبابا طاهر نبهاته مكا الإيمان أمحيا ظهور شطر الإيمان والحمد لله كلمة لاس الحمد لله أهلا لهينا تملأ الميزان بول ميزانك أيي بول حين يسابول وكليجد كليجد بميزانك حسناتك وحصوقاتك مالك إمسا قربال هذا الشاه إمسا قربال هذا اللغوي أما هذا الإباطله أتكو هذا الشاه هذا واحد ديها ميزانك حسناتك بحسمو سيئاتك بحسمو مركان بإسلاح كان يعني لكن هذه سيئاتك ميزانك يسي بحسمي بوايبا وكي كلا الحمد لله أضمرتري إلهي درت أتري أي كوب بحسمو تميزانك حسناتك حوق بنانا يعني فمن ثقول الموازين فأولئك هم المفلحون كو ميزان كودو وحوق بطو وميزانك حسناتك تكواس أيا وناكسن كواس أهلو خيرا كواس إلهي جنة دي سكوك الله دي سنة كواس إلهي صوصار يقع وجه وضو سيد الضيحة أفرطمناتك وإيهي كواس إلهي صوصار سبحانه وتعالى وسبحان الله والحمد لله والإسرائيين تملأني لولاس بوحي بوحين أو أما سوحي تملأ وحي بوحين يعني ما بين السماوات والأرض يعني مذ والبا سماوات كيروك انت ودحي سي بوحين يسا ميزاك ما كوحان قرأ ينو آد أسيوين يعني ووح مالك الضلطي إلى مركعات كبلي مانا سوحا سميني سوطن لصاري دونو وميزانا مخلوق ودن لصاري دونو وحير ما مكا تملأ أو تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض بولي أما وحولي لوضع هذا بوحية أما ويبوحين بولي نظر البابا إسكاد بأبوحين إيسا الحمد لله إسكاد بأبوحين إيسا وسبحان الله أنا إسكاد بأبوحين إيسا تلا سوك هذا رأي أولوي سبحان الله هو بحمد إنا ترى هذا لدوني والغوف ذي دي قاب يرو سهلا أو نبير أيادكو يا الله يا كي يا نحو الغوب برايا ملغوشي غيا oo adoo gurigaaga iska fadhiya iyo adoo raashinkaaga karinaya iyo adoo aqalkaaga ka shaqeysanaya iyo adoo meelaha suuq iska socdaba aad wardido subhanallahi alazim wa bihamdi kullama aad badiso kullama fadligaagu uu sii kordhayo oo aad sii meel sare u sii socoto ayay noqonaysa marka ayaynu kula fududaanin marnaba ayaynu kula fududaan waxa jirta waxa jira adh-dhikrul jumali kalimada oo subhana allah oo kale oo qaab kasiid wal loornayo subhana allah al azim subhana allah wa bihamdi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midat kalimati nabi alayhi salatu wa salam gowr gabdhaha saxaabada kamidahay aroorti ay wada tukadeen salaadii subax masaad ka meeshay ka fadhiday ayana ka kicinba wixii ay ku tirsanaysayna laftimira ama muhaad dhagaxay urursana karoor buu isu bedelay isna wuu iska baxay oo soo adeegtay oo soo shaqeystay oo soo noqday masaaka ma ku soo galo halka gabadhii wuxuu yiri waa tumo mahablaaya hawa hebla oo ila markii miyaa fadhiday buu yiri ha ila markii waa fadhiday waxay tirisay faraha badan ee ay la timid adkaaraha talo soo tirinaysay la dhagax wuxuu inuu aad badan ba laga yaabaa kolba soo tirsanaysay dhagax ay ku tirsanaysay iyo aftimid ay ku tirsanaysay laa tusbax ma jiro waqtigaas tusbaxu dib u ka yimid waxa ugu horeeyay oo tusbax sameeyayna oo xarig intuu qaaday guguntana wuxuu ahaa saxaabiga jaliilka loo yaqaan Abu Hurayra ee wada macruufka dadku wada yaqaanaan saxaabigaas ayaa la yimid tusbaxa ugu horeeyay laakiin gabadhaas ayaa bilowday nabiguna waa u qareysay waatullahi salaamu calayhi waala aalo ku anfacaysa haddaad iska digriyay sanada ku taala oo tusbax ba qaadan inaad afkaad ka bixinayn kol walba waxaad la timaada kaama lumahayo laakiin inaad xisbi samaysato oo in la timaado
مرنا انت اسكت لي قطار تبل وح كوجان واحد ايرات كان موين واي في عنتا واي منهجية كتسن روح انو يا روح منهج له او نظام له نظام كلا الهي سبحانه وتعالى وجعلي هاي دين تانينا والدين نظام جواد امر كون نبي واركي صلوات الله وسلام عليه وحي وح كفض لي بدل مكت انا وحان ربي لو رواي رواي وحي وح كفض لي بدل مكت صار مرنا وحي لي انا وحان ربي لي افر كلمه بان لي الى او انت كان مغنى افر كلمه بان لي او وحا اعتمد او دنبا كفض لي بدل اسكو ودا فوق فوق سنبو مركا محيط هاي وحي سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماتي وميزان عرس وحالا ذكر الجمل بالي هذا سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده واتي هذا عشر كان قصاب سنان يا واحد راعينا عدد خلقه إلهي بو حمان كهوفة هيا إصغى أم هنقى يا إنت ما هنقى يا حمان كهوفة استاسو أي لاك تانا وخلق إلهي عدد كيسة إن لاك هل أريبو كوكو سنة يا بل إيه سبحان الله إلهي بان حمان أردن كهوفة هيا وناك أردن أغلا هاي وبحمده أنيقو وليبا أم هدنقا يا أم هنقيس كل يحن عدد خلقي خلقي قيس عدد كيس إن لك بان إلهي أم هدنقا يا أو إلهي حمان كهوفة هيا أو إلهي وناك أصوة هيا ورضا نفسي إنت نفتي سو إنت إساق أرالي نقر أيو أيان إلهي سبحانه وتعالى أمهن نقيا أو إلهي أتسبح سنيا سبحانه عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي عرشي كيس ميزان كيس إن لك أيان الله إيمان أيان ومداد كلماتي كلماتك إلهي أمرنا بالأمان هينين إلهي دي هدي بضوه إنت هدي يهين تدوغور لسيب بلاريو تدوغور إن لك أو تدوغور الغدرو او جيدها الهي او دن قلن لغدغو او ليبل كلماتك الهي قرا ما قري كرتان بي ما ما دمانايسو جيدها يا بلهم اسكو دمان مي كلماتك الهي او ما دمانايسو كلماتك ان ليك بو يا سبحان الله وبحمده ال اورنيس اي معني ساس وي هذا ارور ولبا ومركي واغو بريو iyo markay galabtii tahay nabiga kaleeyhi salaam saxu inoo jiday oo sameen jiray seen ugu dayna awgeed ina tiraahdo subhanallahi wa bihamdihi adad khalqihi wa ridaa nafsihi wa zinata arshihi wa midad kalimatihi afal min sadax goor mid u ba sadax goor baalnaysan xisbiga ay ku darso sabacda salaatil maghrib qabla salaatil maghrib salaad maghrib inta la galin amarka markaad ka baxdo صلاة الصبح دبادات يا انت قرها صبحين هذا كان صبح لو تاي دد عجز لو عجز لو مركو توكل يراها سيخدنا دبادات لا ايمو ما قرها صبح لبا نسكا هورا لا دونيا لكن نبي عليه الصلاه كنت كده دبادات ايو لا ايمان جري ماشا او كو وردي ايو ايو كرو ايمان جري وفضلك يا وناغ اي لهدهي بل هدا اك سبحان الله وبحمده هداك كو علعل ليس هدي الله تيمادو بقول غور هذا الله تما دب قل قر ما حد هي الإنسان فوائد هذا وحكم له أهروش يعني أنا يجنا لك بحال سينيس كلمة لا سأل الله تما دب سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا تلاسي فضل بدن سبحان الله العظيم وبحمده وأنا ثابت إمام مسلم صوصاري أنا ترى هذا يا سيف فضل بدن وحيري وحي بحلسين جنضا وحي النبي عليه الصلاة والسلام يري إن سبحان الله وبحمده إلى هذا أما سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر نال إلى هذا يا كخير بضم بوري قرح لاس وحي أصبح هذا تقرح لأدون كورن بأصبح حيسان وحي الله وحي أدون يؤ أرطن ألقود إبو ما أنتون أقنا هاي سيد الله قم من يها أما الله جعليا هاي صوح والبائنو مال مدح كنغضو وحون وردايو آخرة دي سيادون كيسي أسيغيو دي ليا صومالي دي يرطا لغاقات دي دي ليا دالك ووين بلغاقات دي با روح وكسي وانا رالي هذا واحد مدينو خادي صغلي روح وكسي فعنا لها مكجع لياه الدون كودن ومالح لغاقات دي با وادون كبي أكمله عرب إيا عدان مدو إيا محوهاي
mid astoonaba mid dheer mid gaaban dadko dhan oo lagu dhiibo adiga unbaad ka sii jacaysha waxaan u malaynayaa wax kaloo ruux ka jeclaa inay jiino waa ruuxa ahlullaah ee ma sheegayna kaas wuxuu u jecel yahay inuu ilaahay raalli geliyo unbuu u jecel yahay haddaba haddii lagu yidhi waxaa ka khayr badan subxaanallah walxamdulilah walaa ilaaha ila allah wallaahu akbar oo mar la timaado waagu markuu kuu baryo ilaa qoraxda ka dhacaysa ilaa habeenkeedii yaa kaaga khayr badan qoraxdaasi waxay u soo baxdo oo dhan waa adduunyada dhan baa loola jeedaa taasaa kaaga khayr badan waan garanay tasbiixda wanaageeda aad arkayso iyo fiicnideeda iyo dhibyarideeda arkayso ee nabigeenu nagu hor inoo horseedayo haddana nafteennu way nacab tahay maxaa inoo diidaya maxaa inaga dhex maraya ruuxay culays ku haysaa ruuxay calabkiisa culaysanaysaa ibliis baa dhaartay oo isaga oo nabiyullaahi aadam keliya iyo xawo un joogaan buu wuxuu ku dhaartay marnaba marnaba dadkaasi inayna liibaanayni intuu nool yahay midig iyo bidix iyo hore iyo dib intuu kaga yimaado yaa wuxuu yidhi walaa tajidu akharuhum shaakiriin ma heli doonti ilaahay ow taxaddi buu sameeyey taxaddi ma heli doontiba intooda badan inay kuu mahadnaqaan ay shaakiriin yihiin waxaa la yidhi shaakiriin buu yidhi haddii shaakiriin la noqon waayey ma shakuuriin baa la noqon waa maya laana shaakuuriinta inta ah wayba yar yihiinba ilaahay subxaanahu watacaala baa wuxuu yidhi wa qaliilun min cibaadiya shakuur wax yar unbaaba addoommadaydii shakuurin ahaa shakuur waa kan dikriga ilaahay ku dhex jira un waa dhif iyo naadir taasi in yar unbaaba shakuurin ah laakiin inta badan dadkii wuxuu u batay inta aan shukri oo dhanba eegayno dhan kale usii jeeday adduunyo la tagtay shaydaanka raalli gelisay waxaa la yidhaha markii uu nabigu calayhi salaatu wasalaam yidhi qofka salaada ka tegay ilaahay buu u shariig yeelay ama uu gaaloobay labada riwaayad soo aroorin leeneen iyo culimmada qaar waxay yidhahdaan la-anna qofku markuu seebse shirku maxaa keenay baa la yidhi salaad muu ka tegay ninkani ama gabadhan ee ka tagtay waxaa la yidhi qofkani markii ilaahay amarku siiyey shaydaankuna daakhilku kaa amrahayaa waa kugu dhex jiraa uu kugu dhex maran yahay markaasna amar buu ku siiyey amarka ilaahay baad ogolaatay amarka waxaad ogolaatay shaydaankii ilaahay baad diiday idan mushrik baad tahay dhankaasaa mushrik ka tahay amarka ilaahay maada fulinin amarkii shaydaanka aad fulisay markii ilaahay subxaanahu watacaala ina leeyahay war adkaartan la imaada eed la iman weydo adkaar kalaad la imanaysaa adkaar shaydaan baad fulinaysaa ahdaaf shaydaan iyo ajende shaydaan baad fulinaysaayo kaasaa kuu qufulan waaga uu kuu soo baryahaya wuuna kaa dhacayaa qoraxda kaa dhacaysaa waad ka seexanaysaa adoon warba u haynin waxaad la timid oquman waxa weyan qofka wanaagsan ee mu'minkii waa kii isxisaabiya sidii uu dhii odhan jiray khaliifkii labaad ee ummadda radiallahu canhu cumar bin khadaab wuxuu odhan jiray xaasibu qabla an tuxaasabu waad isxisaabiya intaan la isxisaabinin in la isxisaabiyo maxay keenaysaa inaad soo tabad keento inaad ictiraafto dembigaaga imise goor baad saaka qoraxduna kuu soo baxday ilaa ay qoraxdu kaa dhaco ama ilaa seexadkad ka gaadhay aad tidhi subxaanallaahi wa bixamdihi ama aad tidhi subxaanallaahi alcadiim wa bixamdihi ama aad la timid sida cashiro inoo horreysay laa ilaaha ila allah aad la timid ama sidaa arki doonno laa xawla walaa quwata ilaa billah ama allahu akbar aad la timid adkaartaas ilaahay subxaanahu watacaala ku magacaabay waalbaaqiyaatu saalixaat waa adkaarta aad sababteeda aad ku mari doonto dariiqyo aan wax mara oo yar yahay aad ku mari doonto waxaan umalayn ruux walba oo soomaali ah oo dalalka reer galbeedka jooga inta badan waxaa lagu soo galay dariiq muqaamara iyo dabamar iyo waxyaaba noocaasa lagu soo galay in yaroo lasoo kaxeeyey mooyeen ama isboosaro lagu keenay mooyeen wuu garan karaa markaa meelaha qaarkeed uu maray iyo dhibaataadku la kulmay ilaahay subxaanahu watacaala nabiyullaahi aadam buu ku dhex abuuray jannadii asbaab jirtay awgeed baa looga soo saaray markaa jannada ku noqoshadeedu sahal ma aha laakiin jidkii loo mari lahaa iyo baasaboodkii la qaadan lahaa iyo fiisadii la qaadan lahaa buu ilaahay inoo sheegay subxaanahu watacaala haddaba adduunkaaga haddaad doonaysa inaad meel ka qaadato fiisa ood u kacayso waa adiga dhaqaaqahayee meeshii tegahayee
شروطي لغاية بحنا ده صور بوحينا يا تحط أنا ماشي لغو وارا هيا دارتي وقدم بيسي أن لغا بدي من هينين أن كأد مرتو هذي وانا أكسنت أنا الحمد لله تهدي حونت أنا خطورة ده ملاد هاي أيا كادم بيسي إما شروط بوحيسي أو أد قادت في زدي لغا بحنا جدك وانا سكوم مر الله فالقاتي هذا ولكن أي لاذا هاي آدي آدو في عضو حكمي دو علي روحا كلمات كاس لي ما دا مالكي أما بضيا هذا يقولوا في الحسين يا إبالي كمان روح وحيا لها كآبدا ببريشنك يعني عضر روحا روح قبصة قلوب تكجلا وكبت بعد أيام وفي الحسين يا حي شيطان كو مسوا نوالا وكعر ريا لأن قفكم مركو شيطان كو خناس وسواسا قلبي آقا أيو قرانسان حدو ذكر إلهي كوايو وأكون لحق لها ديتنا وكو قصها يا لكن ذكر إلى هذا الله إمانا يصب مركاسو كلاو سيع عرري ماكو أقماري كلاو ميل و إلهي كو حصيصو ميل إلهي الوح وحوايو شيطان كو صاد ومن هيا ميل نقدو صامر يا هل كاسو دوني ودلق قصو يري هذا لكن ذكر إلى إفتين مركا نلبا كوشي دان قلبي مس ميلو كاسو قلا ما هيا نلبا لغوشي داي مركا وينو سيع عرر أو كاسي فقادا لكن كاد يران ما هي يكرو كاد مرة مر والبين الخصوص تاك وجرته أو إسكت لا ريسه أي الله بيسا سنة كيبت بيسا إلهي سبحانه وتعالى هين وافديو كلمة حقة هل نقول هذه يوم مش وناكسن لكن واحد وقعت أدونك إلهي وإن جعلي هاي وإن تصدريقة وناكسن نبي ينوص ودري كتاب ينوص الدجيي نبي يقول آد بينوش الحي دينت إسلام ك إلهي إنه وصل لدين تاسو إنه براي وإحنا رجل رديت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي صلى الله عليه وسلم وأنا وحيا الله لقدر روح مسلكم لي مادو دين تاسو نبي لأنه وصل لدين نبي قاس وأنا نبي قاس دين تاس أنكرها لأنه قلناي نبي نبدي سيسنا نقلاني ربي قنا عن إله نبي أغرى لأنه قلناي كاويا هذا من قال سبحان الله وبحمده وصال هروش اللي غرست له نخلة في الجنة بيروين او آدي آدو بلارن او وضا تمرتي جنة لها عنبكي جنة لها وحوال بقو نفتو اي جعشها اياد هليسا مركا اي جعلاتان هليسا وحا انت بضل ادوم كاللغشيق ومعيو لكن لما قالي كرو يول كيدا اي وناك كيدا اي فعني دادا لما قالي كرو اي نكود دالو inaan xilliga intaan ka haysano aynu la nimaadno acmaasha fiican ee talaalka jannada ah ee talaalka muxuu ahaa iimaankii ah ee iimaankeena kordhinaya ee rabbi ku jecleysin ee masiladaas sareysinaysa ilaahayna naga yeelo kuwa ku camal fala allah naga yeelo intaan insha allah taala ka gaarina jumcaha jicisana intaas aan ku dayno billahi tawfiq wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.